بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فصل في ذكر شهر الكبس وما يسمى خطأ بالنسيء. فصل: لو نزعنا السنة الكابسية ويوم 29 فبراير الذي يحل كل 4 سنوات، هل يتخلخل التقويم؟ نعم، لو مرت 100 سنة بلا كبس ستتأخر السنة ب25 يوم، أي كل قرن، وفي 4 قرون تتأخر ب100 يوم، أي 3 أشهر ونصف، فيكون 1 جانفي في 15 أبريل، أي في الربيع وآخر الربيع، بينما كان في أوج الشتاء، وشهر جوان سيكون في 15 أكتوبر، وأطول يوم أي الحر وكذا سيكون في أكتوبر وليس في جوان كما نعهده. هذه خلخلة. وسيكون 1 سبتمبر في 15 ديسمبر، أي في البرد القارس، و15 ديسمبر في 1 جانفي، وهكذا، والله أعلم. التاريخ الميلادي أو التاريخ السرياني كان معروف في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ذو أشهر ثابتة في الفصول والمواسم، تعود في نفس المواسم والفصول بسبب الكبس في فبراير، وهو كل 4 سنوات التأريخ الشمسي. وبالنسبة للحساب بالدورة القمرية أو الحساب القمري في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك كان ثابت، يعود في نفس المواسم والفصول وكل حول بسبب الشهر الكبس، 29 يوما تضاف كل 2.5 عامين تقريبا، أي كل 33 شهر، ولكنه الآن غير موجود بسبب الدولة الأموية والحكم الأموي، وخصوصا عبد الملك بن مروان الذي غير تاريخ العرب والمسلمين في سنة 81 هجرية بسبب فتنة عبد الله بن الزبير، والله أعلم. وسنسرد ما نظنه الدليل على ما نقول في هذه الورقات إن شاء الله. 1. شهر ربيع الأول والربيع الآخر، كلاهما كان كل سنة من 1 إلى 23 مارس وأبريل حتى حدود ماي، أي دائما في الربيع الحقيقي. 2. شهر جمادى الأول وجمادى الآخر، كلاهما كان كل سنة من 1 إلى 23 ماي وجوان وجويلية، لأنهما شهران تجمد فيه كل المعاملات وتتعطل للعطلة والاستراحة السنوية بسبب نهاية السنة والحرارة الشديدة. وقيل جمادى سمي لجمد الحبوب في السنابل، وذاك أوان حصاده وموسم الحصاد معروف في ماي وجوان وجويلية، والله أعلم. 3. رجب كان يحل في كل سنة في حدود 1 إلى 23 جويلية وأوت، وليلة الإسراء 27 رجب كانت كل سنتين أو 3 تصادف يوم 12 أوت، يوم الذروة وفتح أبواب السماء في كل الحر، فيكون الحر وهو سبب وصول حر ساموم ما نسميه إسماعيل وعشوائية الأبعاد، والله أعلم. وعروج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتما كان في 12 أوت من تلك السنة التي هاجر فيها، وهو يوافق 27 رمضان. شهر شعبان رابعا كان كل سنة في أوت وسبتمبر من 1 إلى 23، ومن 1 إلى 23، وسمي بشعبان لتشعب الماء المطري الأول، وقيل في تشعب القبائل لطلب الماء. 5. شهر رمضان المعظم كان في كل سنة في نفس الموسم في حدود 1 إلى 23 سبتمبر إلى 1 إلى 23 أكتوبر، هذه حدوده وحدود وقوع شهر رمضان وقمر رمضان. قال الله تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. هل شهر رمضان كانت تصومه الأمم التي سبقتنا؟ تقول مصادر اليهود العبرانيين الذين كانوا قبل اليهود الإسرائيليين، أي أتباع إبراهيم، والله أعلم. الصيام كان في شهر 9 مثلنا، سبحان الله، من الشهور القمرية، واسمه شهر تيشرى العبري،
وفيه اليوم الذي نجى الله موسى وبني إسرائيل من فرعون، أي عاشوراء، أي العاشر من رمضان وليس العاشر من محرم، وهنا الخلط والله أعلم. هذا ليكون التقويم من أحسن التقويم، وإلا فلن يكون كذلك كما نعيشه الآن والله أعلم. فالتقويم الشيء تعديله بعد اعوجاجه انتهى. فصل. قال بعض العارفين: أحسن التقويم أحسن الكبس، فكل الأفلاك السماوية لولا الكبس لاختلطت الحسابات والتقويمات والله أعلم. قال الله تعالى: وخلقنا الإنسان في أحسن التقويم، هل التاريخ الشمسي وليس ما يسمى الميلادي، لأنه الأصل أنه شمسي. هل التاريخ الشمسي هو أحسن التقويم؟ لأنه ثابت في تقويمه ومواسمه والأحوال، وحتى أن الناس يعرفون بتاريخ ازديادهم الشمسي والله أعلم. فالشمس دائما مرتبطة بالأدراج الثابتة من نواميس الكون الإلهي. مثلا نوفمبر مرتبط بطلوع الشمس في برج العقرب والله أعلم. قيل عن أحسن التقويم: هو التعديل الشهري القمري مع مواسم السنة. فلا يصح أن نقول أننا في الربيع الأول ونحن في الصيف أو الخريف. قيل هذا هبل والله أعلم. فصل. بعض المؤرخين يجمعون على أن التاريخ النبوي الإسلامي تزعزع في فتنة عثمان رضي الله عنه، وتم إلغاؤه في العصر الأموي. وقيل أن مصحف عثمان الموجود في تركيا لا يسمح بالاطلاع عليه بسبب أن فيه تاريخ يذكر شعبان الثاني، وهو النسيء والله أعلم. أي أن في زمان عثمان كان يعمل بهذا الشهر الذي هو شعبان الثاني وشعبان الأول، أي الشهر الذي ينسأ والله أعلم. فصل. كان أهل اليمن العرب الأقحاح يعدون 1000 يوم أو 33 شهر، فيزيدون شهرا أي الربع والثلاثين كبسا لتعود الشهور إلى مواسمها، ويبقى كل شهر في حدود فصله والله أعلم. وهذا لمن يقول بأن العرب كانوا أميون لا يعلمون الحساب، هذا افتراء على العرب. كانوا أميون لا يكتبون ولا يحسبون، لكنهم كانوا يعرفون هذه الأمور الثابتة، فصل الربيع فصل الخريف، لا يخلطون في هذه الأمور. فصل. فيما جاء في معجم لسان العرب وكذلك في كتاب القاموس المحيط، قال اللغويون أن فصل الربيع يعادل ربيع الأول وربيع الآخر، وقالوا الصيف جماد الأول وجماد الآخر، وقالوا يأتي شهر رجب وشعبان في موسم القيظ، وقالوا أما رمضان وشوال فهما بداية الخريف وسقوط الأمطار التي تسمى الرمح، وقالوا وشهر الخريف ذو القعدة وذو الحجة يكونان أفضل مناخا وينسبان موسم الحج الأكبر، وقالوا يأتي محرم وصفر في الشتاء، انتهى الله أعلم. فصل. هل نحن حقا في السنة 1440 هجرية، أم نحن في تاريخ آخر هو الحقيقي؟ السنة التي هاجر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم الشمسية حسب الحساب الميلادي هي 622، وقيل 619، فرضا أنها 619، 2019 ناقص 619 تساوي 1400، هل هذا هو الرقم أقرب إلى تاريخ المسلمين الحقيقي الذي هاجروا فيه؟ جاء في إحدى المداخلات عبر النت: الشهر النسيء أو شهر الكبس كان يضاف سابقا إلى التقويم الهجري القمري كل 32 شهرا لتعديل الفرق بين السنة الشمسية والسنة القمرية، وبدون اعتماد شهر الكبس والأخذ به فإن التقويم الهجري سوف يتساوى مع التقويم الميلادي في سنة 20770،
تقريبا، وعليه فإن الجيل الذي سيولد في 20770 لن يعرف ولن يفرق من جاء أولا محمد رسول الله أم عيسى عليه السلام، وبعده بقرون قد يكون محمد صلى الله عليه وسلم تاريخ ميلاده وظهوره أسبق من زكريا ويحيى وكذلك وهكذا إبراهيم وموسى، سبحان الله، هذه خلخلة ولا شك، والله أعلم. فصل: في اليوم الذي تتشاءم منه اليهود والنصارى والغرب عموما، وهو 23 سبتمبر، هل له أصل في الإسلام؟ هل تكلم عنه رسول الله وحدث عنه؟ وهو اليوم الذي تقوم فيه القيامة الصغرى، والله أعلم، ويهلك الكثير من الناس، وهذا مجرد إسقاط لأحاديث رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما معناها: في 13 من رمضان يكون الضوء فيفقد بصره 70,000، وفي 14 من رمضان يكون الصوت فيفقد سمعه 70,000 وعذريتها 70,000 فتاة، وفي الليلة النصف من رمضان تكون الهدة أو الهزة فيهلك 70,000، والحديث مشهور معروف وحسب الإسقاط الحقيقي لأيام رمضان الذي تكون في شهر رمضان الحقيقي في موسم رمضان الحقيقي، وحدوده هو رمضان، أي في 1 إلى 23 سبتمبر من كل سنة، ونهايته في 1 إلى 23 أكتوبر من كل سنة. فرضا كان رمضان أول يوم هو 8 سبتمبر زائد 15 تساوي 23 سبتمبر، فالقمر في هذه الليلة يكون بدرا، هي ليلة النصف من رمضان الحقيقي. فاليهود يخفون قراطيس لهم فيها مواقيت دقيقة في تحديد أحداث